بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 13 من الكتاب 59، كتاب بدء الخلق. باب قول الله جل وعز: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. وإذ صرفنا، يعني وجهنا، إليك نفرا من الجن. وحادثة صرف النفر من الجن دي كانت إمتى؟ عند عودة النبي من الطائف وإرادته دخول مكة فمنعوه. في الطريق ربنا صرف إليه نفر من الجن وقال له: إن لم يستجب لك الإنس يستجب لك الجن. ثم بعد ذلك حادثة الإسراء والمعراج: وإن ضاقت عليك الأرض فيسعك الأرض والسماوات العلى. كل ده تطيبا لخاطره وقياما بحقه الشريف. ليه؟ لأنه حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هو راجع من الطائف بعد سوء مقابلته بالطائف وأدموا قدميه الشريفتين، وجاءه ملك الجبال فعرض عليه أن ينتقم منهم، فأبى صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم وقال: إني أرجو أن يخرج من أصلابي من يوحده. قبل وصوله إلى مكة ومنعه من الدخول، ايه، ربنا صرف اليه نفر من الجن، يعني ايه، وجه اليه مجموعة من الجن، قيل 12 وقيل 12 ألفا، قيل 7 وقيل 12 وقيل 12 ألف، عدد من الجن، من جن نصيبين، من جن منطقة اسمها نصيبين، وكانوا نصارى، هذا الجن كان نصارى، فسمعوا القرآن فعلموا انه الحق فقالوا الكلام: إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. وكانوا جن عرب يعرفوا العربية ويتكلموا بها، فأشار الله إلى هذه ودل على أن الجن مكلفون وأن النبي أرسل إليهم بدليل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. واخد بالك، وربكم هنا ليه؟ يا معشر الجن والإنس، فالكلام موجه لهما، دل على أنهم مكلفون إيه؟ وأنهم مختارون، لأن لا يكلف إلا المختار. ولكن غير معصومين كبني آدم، والمعصوم في بني آدم هم الرسل والأنبياء فقط، وغير الرسل والأنبياء غير معصومين. فالأنبياء مكلفون معصومون كالملائك، الأنبياء والرسل مكلفون معصومون كالملائك، فهم في ظاهرهم بشر وفي باطنهم كالملائك، بل فاق الملائك بالوحي والإرسال. لأن بيتعبدوا الله بما لا يتعبد به الملائكة، يتعبدوا الله بالدعوة إليه وملاقاة الأعداء ومقاتلتهم وبالزواج وتربية الأبناء ورعاية الإيه؟ الفقراء. كل دي عبادات ما يعملهاش الملائكة، فكل ده علشان كده فاقوا الملائك
يبقى الأنبياء والرسل فاقوا الملائكة ليه؟ لأنهم عبدوا الله كعبادة الملائكة وفاقوهم بعبادات أخرى. مصرفة ولم يجدوا عنها مصرفة يعني معدلة. ولم يجدوا عنها مصرفة، عشان جايب لك كلمة صرفنا يعني ومصرفة، جايب لك بقى كلمات المقاربة لبعضها. يبقى صرفنا يعني وجهنا، ومصرفة يعني معدلة. يعني ايه؟ يعني ابعادا، انك تجد طريق اخر يبعدك عنه. صرفنا اي وجهنا. باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: الثعبان الحية الذكر، منها يقال الحيات أجناس. يبقى الحيات اللي بتمشي على بطنها دي أجناس كتيرة وأنواع كتيرة. أجناس يعني أنواع، الجان والأفاعي والأساود. الأفاعي اللي هي إيه؟ مفرد أفعى، وهي الأنثى من الثعبان. والذكر فيها يسموه أفعوان. يبقى والأفاعي والأساود، الأساود اللي هو الإيه؟ الأسود. الرسول كان يقول: أعوذ بك من كل أسود وأسود. أسود اللي هو إيه؟ نوع من الحيات شديد السمية. الأساود نوع من الحيات مفردها أسود، وإيه؟ وهو شديد السمية. آخذ بناصيتها، يعني كل دابة الله إيه؟ آخذ بناصيتها، يعني إيه؟ يعني في ملكه وسلطانه. هذه معنى آخذ بناصيتها، في ملكه وسلطانه. ممكن تقول في ملكه، وممكن تقول في ملكه بكسر الميم وضمها لغة صحيحة. في ملكه، في ملكه وسلطانه، يعني تحت قهره سبحانه. يقال صافات، يعني بسط أجنحتهن. يبقى الطير صافات يعني تبسط جناحها كده، بالرغم من كده لا تقع برضه. طب من يمسكهن إلا الله سبحانه. آيات بينات. يبقى صافات بسط أجنحتهن. يقبضن، يضربن بأجنحهن. يقبضن يعني هي يضربن بأجنحهن، بأجنحتهن. وعن أبي قال، أي بإسنادنا المتصل عن مشايخنا للإمام البخاري في صحيحه الحديث 33 بعد 333 أربع ثلاثات، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: حدثنا معمر عن الزهري. معمر اللي هو معمر بن راشد الصنعاني الإمام الكبير. عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب. عن سالم اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر، جده سيدنا عبد الله بن عمر، جده سالم بن عن ابن عمر، سالم بن عبد الله جده، يبقى سيدنا عمر بن الخطاب جده، يبقى سيدنا عمر بن الخطاب. عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين. يعني القتل لا يكون الا بامر الشرع، مش بشهوة النفس. عشان كده النبي امرهم بقتل، لان عرفوا ان القتل حرام، فاجاز لهم القتل للصيد عشان ياكلوا، والقتل لدفع الضرر، فقال: اقتلوا الحيات لدفع ضررها. اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والابتر، خصوصا ذا الطفيتين اللي هو ايه؟ يعني خطين اسودان. في حيات كده تلاقي ليها خطين اسودان على ظهرها بالطول، دي دليل انها شديده السميه والاجرام، فخصها بذلك لشده عدائها وسميتها. واقتلوا ذا الطفيتين، الطفيتين اللي هو ايه؟ العلامتين الخطين الاسودان على ظهره. والابتر هو الذي لا ذنب له. في بعض نوع من الحيات تلاقي ايه؟ ابتر، يعني كانه مقطوع الذنب كده، مخلوق كده، خلق ملوش ذنب. ده بيبقى شديد السميه وشديد الهجوميه.
فالنبي ايه امرنا بقتلهم لايه؟ لدرء ضررهم. فانهما يعني الذتفيتين والابتر دول يعملوا يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. يعني لو بخ بالسم بتاعه كده يجي في عين واحد يعميه. وبعض انواع الحيات العجيبه لو عينه وقعت في عين الانسان يقتله بالنظره. من طرائف عالم الحيوان. وعشان كده يفضل انك انت لا تنظر الى عين الحيوان المفترس. اوعى تنظر لعينه. عارف الاسد لما يبقى جاي لك وبصيت في عينه يهجم عليك. لو ما بصيتش لعينه كده والتفت عنه يسيبك. يسيبك ويمشي. علشان لو انت ماشي في حته وطلع عليك اسد ما تبصلوش. لو بصيت له عينك وقعت في عينه يبقى انت هو يفهم الاسد ببصت عينك انك ناوي تهجم عليه، روح هو هاجم الاول. فهمت؟ اول ما تبص عينك تقع في عينه، وفي برضه حيات كده، لو عينك جت على عينها خط واحد كده ينتقل سميتها بالنظر بشعاع العين. وعلشان كده قال يطمسان الايه؟ البصر. ويستسقطان الحبل. وكمان لو امرأة حامل تسقط. من شدة الخوف منهم او من سميتها. يبقى هنا الامر بالقتل ايه؟ لدرء الضرر وليس للافساد. نحن لا نقتل للافساد لكن نقتل لدرء الضرر فقط. قال عبد الله فبين انا اطارد حية لاقتلها. سيدنا عبد الله بن عمر فهم قتل الحياة مطلقا بقى. فمرة بيطارد حية كده من اللي ايه بتسكن البيوت اسمها جنان البيوت. في حيات كده تعيش في البيوت بالذات البيوت اللبن ما تقرص ولا حاجة. وتمشي كده بسرعة وتلاقيها صغيرة وبيضة. فدي مش مضرة. النبي سابهم. قال عبد الله فبين أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة. أبو لبابة الأنصاري. لا تقتلها. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. الإمام مالك حمل هذا الأمر على وقت إيه في المدينة فقط دون سائرها وقت عصر النبي. لأن الجن الذين أسلموا جاءوا في صورة حيات سكنت بيوت المدينة لتتعلم من النبي. فأمر إيه ذوات البيوت دي لأنها جاءت تتعلم من النبي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقتلها. طب مضايقاك تنذرها تقول لهم إيه؟ اتركوا البيت بعد ثلاث والا نقتلكم. تديهم انذار كده تكلمهم. ايها الحيات بامر الله انذركم ثلاث ايام ان لم تتركوا البيت نقتلكم. تبص تلاقي في خلال كام يوم كل واحده سحبت نفسها ومشي. اللي باقي يبقى ناوي شر يبقى شيطان تقتله بقى مش مشكله. فالامام مالك حمل الحديث على ايه ايام النبي فقط. وباقي العلماء قال لا ده مطلقا في كل زمان في المدينة وغير المدينة. يبقى فيها خلاف في المذهب. قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. يعني ليه سموها عوامر؟ لأنه قالوا إن بعض التعابين تعيش ألف سنة تعمر يعني. وبعدهم يعيش 600 سنة و500 سنة ويغير جلده. وحتى لدرجة أنه لو فقد الطعام يتغذى بالنسيم بالهواء فقط. يعني عنده قدرة أنه يعيش في ظروف عجيبة. يعني ممكن يعيش فترة طويلة بلا طعام وكل غذائه بالهواء فقط بالنسيم. ففيهم خصائص عجيبة ويعيشوا مدة طويلة فسماها إيه العوامر عشان كده. لأنهم يعمروا كثيرا. ولا يشربوا الماء وإن كانوا يشتهوه جدا. التعابين ما تشربش مية خالص. لكن لو وجدت الماء لا تملك نفسها إلا أن تشربه. إذا شربته سكرت تمشي تتطوح. من خصائص التعابين تحب المية جدا ولا تسعى إليها. فإن وجدتها تشربها حتى تسكر لدرجة بعضها يهلك من كثرة الشراب لا يتركها حتى تهلك. دي من إيه من طرائف عالم الثعابين يعني. وفي ناس تفتكر ان النار تبعد التعابين. في انواع من التعابين النار تجذبها.
يعني النار تجذب بعض انواع الثعابين، فالنار برضو مش حمايه كافيه، لان واحد يقول لك انا هنقعد نولع نار علشان نطرد ايه، لا ده ساعات في بعض انواع الثعابين تجذبها النيران، وهي معلوم ان في الاخره اصلا مأواها هيبقى جهنم ليعذب بها اهل النار. فالحياه اصلا خلقت لتعذيب اهل النار، واللي انت شايفه في الدنيا ده نموذج منها بس، لكن هي اصلها من النار. وعشان كده الجن غالبا يريد ان يتصور في صوره حسيه محسوسه ياتي في صوره ثعابين غالبا في الغالب الاعم. وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني ابو لبابه او زيد بن الخطاب، وتابعه يونس وابن عيينه واسحاق الكلبي والزبيدي، وقال صالح وابن ابي حفصه وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. وشعف الجبال يعني شعف الشيء، يعني رأس الشيء، يعني يتبع بها شعف الجبال يعني رؤوس الجبال، لأن الناس ما بتعيش في رؤوس الجبال، كأنه عايز يبعد عن الناس خالص فيعيش في حتة ما فيهاش ناس. ده عند إيه؟ عند الهروب من الفتن. لما تزداد الفتن في الدنيا يوم يبقى خير مال المسلم ايه؟ غنم يتبع بها شعف الجبال، عشان يستغني بالغنم فياكل ويشرب وياخد صفها يتدفى بيه ويعيش كده يعبد ربه لحد ما ربنا يتوفاه ويبعد عن الفتن فرارا بدينه من الفتن. وعن ابي قال: حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك، يعني قارب أن يأتي هذا، أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، المطر يعني، يفر بدينه من الفتن. والوقت من ضمن الفتن الايه؟ التسمم الغذائي الموجود في الاكل. الاكل كله مسمم، لانه اما مضاف عليه مبيدات، او اكله الحيوان وهو مضاف عليه مبيدات فنزل في لبنه واختلط بلحمه، فاصبح معظم الاكل الان مسمم، سموم غذائيه كيماويه معظمها. وعشان كده ظهرت امراض ما كانتش موجوده في الاجداد، السرطانات المختلفه والامراض المختلفه والفشل الكبدي والفشل الكلوي، وكل هذه الاشياء ناتجه من ايه؟ من التسمم الغذائي الموجود. يعني بقينا برضه احنا في زماننا ده خير مال حاجه تاكلها ايه؟ تجيب غنمات وتخليها ترعى في الجبل، تاكل النباتات اللي هي لا ما ترشتش ولا اتحط عليها مبيدات، يقوم يخرج منها لبن نظيف ولحم ايه؟ نظيف، بحيث يبقى خير مالك. يعني برضه ايه؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمان ده، لان احنا دلوقتي قاعدين بناكل ايه؟ اكل مسمم. وعشان كده اصبحت العافيه الان مش في الاكل، العافيه الان في ايه؟ في الحميه، انك انت تاكل قليل قوي لانك انت بتتسمم مع الاكل. يعني بدل ما تقول للواحد تعالى كل، تقول له تعالى كل وتسمم. هي دي الواقع الحقيقه. معظم المشروبات اللي انت بتشربها دي اللي هي الكنزات والحاجات اللي هي في المعلبات دي كلها، اولا الوان صناعيه وطعوم صناعيه ونكهات صناعية ومواد حافظة ومية ملوثة، وتدفع فيها فلوس وتشربها وتتلوث انت يا مسكين وتتسمم يا مسكين، وتجيبها لابنك وهو رايح الحضانة، وتجيبها لعيالك الصغيرين، فالأسرة متسممة، الأم والأب والعيال متسممين كلهم هم رايحين. للأسف ده الواقع الحقيقي اللي أنا بقوله لك. الملبس، الشوكولاتات، الحاجات اللي في الأكياس، الشيبسي، كيس الشيبسي ده فيه أربع سموم، كيس الشيبسي لوحده ده أربع سموم، بطاطس مرشوشة، زيت مسرطن، مواد حافظة، كيس مفسفر، أربع سموم. أنا بقول لك أنا طبيب، أنا مش بقول لك أنا شيخ، لا ده أنا طبيب وفاهم. كيس الشيبسي عبارة عن إيه؟ أربع سموم. الكيس اللي فيه الفسفور ده اللي هو بيلمع ده، تضرب عليه الشمس الفسفور يملى جو الكيس، يقوم يمتص البطاطس اللي فيه، يبقى الفوسفور سم بالفوسفور وسم بالزيت اللي بيقلوا فيه،
لان ما بيغيروهوش. فالزيت اللي ما بيتغيرش يبقى زيت مسرطن، وبيحطوا عليه مواد حافظه علشان الكيس يقعد شهر في السوبر ماركت ما يبوظ. يعني اللي يمنع ان هو يتعفن لمده شهر ده دليل سموم قد خطيره جدا. وبعدين نفس البطاطس بتبقى مرشوشه قبل ما يستعمل عشان تقعد في المصنع في المخزن شهور، يقدر ياخد منها ويسحب، بيرشوها بالDDT. يبقى شوف كم سم في كيس الشيبسي، كم كلت كم كيس شيبسي كل يوم، يبقى كل يوم انت متسمم قد ايه. عشان كده الناس يقولك احنا بناكل وبننام كتير وتعبانين وحاسين جسمنا واجعنا ومش قادرين نتحرك وعندنا صداع ومش عارفين نركز ومش عارف. كل الشكاوى المعاصره دي من الاكل اللي بناكله، فهمت؟ ده غير المياه الغازيه بقى، واتكلم في المياه الغازيه ما شئت، الصودا ومشاكلها، درجه ان اصبح الكوكا كولا والبيبسي كولا بيشيلوا بيه الصدى من البلاعات، يعني بيغسلوا بيه الكابينيهات والاحواض. ولو عندك حاجه مصديه حط عليها ازازه كوكا كولا كده وادعكها تلمع، يعني كانها مواد قويه، مواد كاويه. المواد الكاويه دي بتحطها انت جوه معدتك. ده لولا ان الله خلقنا على خلقه متينه سبحانه وتعالى لكنا هلكنا من اول جرعه. لكن احنا بنهلك بالتدريج واحنا مش واخدين بالنا، بنتسمم بالتدريج واحنا مش واخدين بالنا. وعلشان كده انا اقترح عليكم انك انت لما تيجي تاكل ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. واتكلم بقى على الاندومي اللي غاويينه الطلبه الماليزيين والاندونيسيين. الاندومي ده عباره عن سموم يا ابني، اوعى تاكلها، حرام على نفسك. ده انت ما تقعد جعان احسن، يعني ما تقعد جعان احسن من انك انت تاكل وجبه اندومي مكوناته كلها مسرطنه. فانت بتدخل سرطانات في جسمك. وبعدين الكبد ليه طاقه معينه للتخلص من السموم، بعد ما يفشل منها انت بتستهلكها في خلال سنة 2-3-10، بعد 10-20 سنة تلاقي الكبد بعد كده فلس وعمل سموم واهلكك. فالانسان عليه، عرفت بقى ان يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يرعى بها، صدق رسول الله ولا ما صدقش؟ صدق. انت دلوقتي عشان تفر من هذا كله هتعمل ايه؟ تجيب لك غنمات تربيها وتجيب لها اكل مخصوص، والاكل المخصوص ده تكون انت زرعه على عينك ومش رشش فيه رش اللي هينزل في لبنها. يعني عايز تعمل بقى مؤسسة، فدي شغلانة صعبة. لدرجة أنا أعرف بعض الناس أصدقائي حوالي 2 خدوا أرض في الإسماعيلية وعاش هناك بنى بيت وبيزرع ويربي وياكل اللي زرعه وياكل، وما يشتريش حاجة من بره، ما يشتريش أي حاجة من بره، عنده كده اكتفاء ذاتي. وبعدين يقول لك انا من ساعتها السكر راح والضغط راح وحسيت بعندي نشاط في جسمي وبقيت حاجه تانية، لانه تخلص من السموم. بس مين كم واحد يقدر يعمل كده؟ قليل، لان احنا ارتبطت حياتنا بايه؟ بالمؤسسات المختلفه. عندك اولاد عايز تبقى جنب المدارس، وعندك شغل عايز تبقى جنب شغلك، وعندك اعمال، فغصب عنك مضطر تعيش في هذه السموم. فان كنت مضطرا يبقى على الاقل بقى لا تاكل الا اذا جعت، واذا اكلت لا تشبع، وتخير الأغذية بقدر طاقتك، واعتبر ان الأكل ده ضرره يوازي نفعه، فما تاكلش وتشبع. فهمت بقى ازاي؟ يعني ان كان ضرر فايه فبقدر الطاقة. ادي كلام النبي، يوسك ان يكون ايه مال المسلم. ده مش كده وبس، ده بيؤثر في السلوك. الأغذية المهرمنة، المهرمنة في لحوم مهرمنة حطت عليها هرمونات استروجينيه، لان الاستروجين يكون لحم بسرعه ويكون دهن، فيجيب لك فرخه في 120 يوم اقل حتى في 40 يوم ولا 80 يوم تبقى كيلو وربع وكيلو ونص، هي كتكوت كيلو. ايه ده نفخها ازاي ده؟ بالهرمونات. فهمت؟ الهرمونات دي كلها بتتركز في اللحم، يقوم ياكلها الذكور، فالهرمون الانثوي عند الذكر يخليه ايه؟ يخليه منسون. فهمت؟ والهرمون الانثوي عند المراه لما تاخده زياده عن اللي عندها يقوم يتحول بالدهن اللي عندها الى هرمون ذكري، فيخلي المراه مسترجله، فيخلي الراجل متنسون ويخلي المراه مسترجله، غير السلوك.
شوف قد ايه، وعشان كده ينتشر بعد كده اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فتلاقي الراجل يميل للراجل والست تميل للست، لان الست بقت راجل فعايزه الست بقى تستمتع بها. كل ده حتى بسبب السموم الغذائيه، يعني قد تؤثر حتى في السلوك بسبب الهرمونات، لان لعبه الهرمونات دي بتاثر في سلوك الانسان، وهم اصلا بيلعبوا في الاغذيه بالهرمونات، فاصبح المساله خطيره في منتهى الخطوره يعني. فربنا ينجينا. يبقى عرفت بقى كلام النبي لما يقول خير مال المسلم يوشك ان يكون غنم يكتفي باثر القطر. واللي افسد هذه الاغذيه كلها ايه؟ النظم الزراعيه والانباتيه والثروه الحيوانيه المستمده من المدارس اليهوديه. فمن وراء ذلك كله يهود، علماء يهود في الزراعه وفي ايه؟ وفي الصناعه وفي تربيه الحيوان والدواجن. كل ده وراء مين؟ يفسدوا في الارض، فساد عريض. وعنه به قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: راس الكفر نحو المشرق. احنا قايلين الفتنه نحو المشرق، الشيطان يخرج منها قرن الشيطان نحو المشرق، اللي هو ما فين؟ منطقه نجد وايران وما وراء ذلك من البربر والترك والحاجات دي كلها، وجاء منهم كتير. ظهر مسيلمة الكذاب من المشرق في العصر النبوي، وظهر بعد ذلك ايه؟ المغول والترك، وظهر ايام الدولة العباسية القرامطة اللي سرقوا الحجر الاسود وقعد عندهم اكتر من 20 سنة، الناس تطوف حوالين الكعبة بغير حجر اسود عشان سرقوا القرامطة المجرمين. وبعد كده جاء بعد كده منهم ايه؟ محمد بن عبد الوهاب، الدعوة الوهابية والسلفية الذين لا يحترموا المسلمين ويكفروهم ولا يوقروا النبي، وأسوأ ما يسمعونه أن تقول سيدنا محمد، شيء عجيب. وأسوأ ما يسمعونه هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا من هؤلاء. وبعدين فيهم الإيرانيين الروافد المجرمين اللي بيسبوا الشيخين، اللي هم هيبقوا اتباع الدجال بعد ذلك، والدجال اول ما هيظهر هيظهر من قبل ايران اصفهان، كل ده من قبل المشرق. شوف على مر العصور شفت صدق رسول الله ازاي، عشان تعرف كيف انه يخبر بانه بالمستقبل، ولا يخبر بالمستقبل الا من يخبر عن رب المستقبل، فدل على انه يوحى اليه صلى الله عليه وسلم. قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين. الفخر اللي هو إيه؟ يعني الاعتزاز بالنفس، أدي الفخر. والخيلاء اللي هو إيه؟ التعالي على الناس. في أهل الخيل والإبل والفدادين. الفدادين اللي هم الذين يرفعوا أصواتهم عند سوق مشيئتهم. والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. يبقى إيه اللي بيربوا البهائم واللي عايشين في البادية في البوادي؟ أهل الوبر اللي هم البادية يعني، بيبقوا بعيد عن الحضارة وبعيد عن العلماء والاحتكاك بالعلماء، فيكون طبعهم قاسي غليظ الطبع. المصريين يقولوا عليه ده جاي من وراء الجاموس، يعني المصريين يسموهم إيه؟ يقول لك ده جاي من وراء الجاموس، لأنه طول النهار قاعد بيسوق الجاموسة وماشي وراها ويسوقها ويضربها كده، فاما يجي يعامل الناس يعاملهم كانهم جواميس. ما عندوش بقى ايه؟ اللين طبع ولا حسن التأتي ولا الالفاظ الطيبه. لكن ايه؟ اهل الغنم بتلاقيهم يعيشوا في الايه؟ في القرى. فتلاقيهم هاديين ومحترمين وموقرين. وعنه به قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن عقبه ابن عمرو ابي مسعود قال: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي نحو اليمن فقال: الإيمان يمان ها هنا. الإيمان يماني، واليمن يدخل فيها إيه؟ منطقة تهامة كلها يمن، تبدأ بالمدينة فمكة إلى اليمن، كل دي المنطقة دي اسمها يمان تهامة.
فالإيمان يمان. وقيل الإيمان يمان لأن الأنصار قبائلهم أصلهم من اليمن اللي هم نصروا الدين، ثم أهل اليمن الذين لم يتعبوا النبي صلى الله عليه وسلم بل جاءوا إليه مسلمين ولم يسلوا عليه سيف، أهل اليمن الذين لم يسلوا على النبي سيف واحد، وعلشان كده أهل بركة، واللي يجي عليهم ربنا بيقسمه. ما اتقسمتش مصر إلا لما حربت اليمن، والسعودية ما افتقرتش إلا لما حربت اليمن. إلا اليمن دول أولا ناس طيبين صالحين، وبتحصل معاهم خلافات أسرية عائلية قبلية بسبب المفسدين في الأرض من الإيرانيين وغير ذلك، فيحرشوا بعضهم على بعض، فالحل أنك أنت تصلحهم مش تقتلهم. الحل أنك أنت تصلح ما بينهم، لا تقتلهم بالطائرات. والوقت انتشر فيهم الكوليرا بسبب ايه؟ بسبب انهم عايشين في حياة فقيرة، فقر مدقع ومياه ملوثة ومش لاقين ياكلوا، فانتشرت الكوليرا بقت بقع موبوءة اليمن الان بسبب ايه؟ بسبب سوء فعل السعوديين بقتال اهل اليمن بحجة ان هم مش عارف ايه. لا، سوق العالم الدولي كله وقعدوا اصلحوا معاهم. اذا كنتم بتتناقشوا مع اليهود تقوم تقتلوا اليمنيين، طب ما تعملوهم معاملة اليهود، ده انتم بتتناقشوا مع اليهود، اعملوا مفاوضات مع اهل اليمن لحد ما تصلحوا بينهم، وخرجوا النفوذ الايراني اللي قاعد بيسلح الحوثيين ويحرشهم على اهل اليمن، والحوثيين ما كانوا الا زيديه، والزيديه عايشين مع اليمن لهم قرون من ايام الامام الشافعي، ويتزوجوا مع بعض واولاد عمومه، عمرهم ما قتلوا بعض. قتلوا بعض امتى؟ لما الايرانيين حرشوهم ببعض وسلحوهم. يبقى خلصوا انتوا الامان، مش تروح تدكوهم بالطيارات. الا اهل اليمن وما اعتبروش بايه؟ باهل مصر. مصر كانت من اكبر دول العالم غنى ووفره في الاغذيه قبل حرب اليمن، بعد حرب اليمن مديونه. لان من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. واليمن دي مليانه اولياء اشراف. مليانه اولياء واشراف. فازاي تروح تقتلهم؟ اما يحصل افساد بينهم يبقى اصلح ذات البين، مش اقتل ذات البين، الاصلح ذات البين. لكن مين اللي يفهم؟ السياسيين لا بيقروا تاريخ ولا دين ولا بيقروا حاجه خالص، وشويه سفهاء بيحكموا البلاد. فربنا ينجينا. أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان من في ربيعة ومضر. واللي بيقتلوهم من سعوديين جايين منين؟ من مضر، وجايين منين؟ من نجد نحو المشرق. يبقى هم دول الشياطين هم اللي قاعدين يقتلوا مين؟ الأولياء والمسلمين، بعدما أفسد ذات البين بينهم اليهود والإيرانيين. فلازم نقرأ الأحداث بطريقة صحيحة ولا تشوش علينا. وعن أمي قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. والديكة دي فيها طبائع غريبة، تعرف طبعا احنا ما نعرفش كده، لكن كان اجدادنا يعرفوا، ما كانش عندهم ساعات، كانوا يعرفوا اجزاء الليل من صياح الديك. يعني الديك عند منتصف الليل ليه اذان معين، يقول لك ده انتصف الليل، وليه اذان تاني في الثلث الاخير من الليل، وليه اذان متكرر عند طلوع الفجر، كانه ساعه ربانيه. ويدرك هذا مع تغير الليل والنهار، مع قصر الليل والنهار طول السنه، لكن هو يدرك هذا. فالناس اللي كانوا عايشين في الارياف زمان زي اجدادنا كانوا بيعرف امتى يقوم يصلي قيام الليل من صياح الديك. يقول لك كده نص الليل، كده السحر، كده الفجر جدا. اول ما يسمع الديك بيأذن بطريقه معينه ومكرر، خصوصا ان في بعض الديكه مدربه، لان في ديكه تانية بتبقى لسه بتتعلم مش محترفه. فيقوم جدا اذان مش مظبوط، لان لسه بتعلم. زي الطفل الصغير اللي بيتعلم يتكلم، فيتكلم في وقت مش مناسب. فهمت؟ اللي بيعرف الفرق بين الصياح المنضبط والصياح بتاع الديك اللي بيتعلم، اللي مربي ديك وعايش بقاله كتير. درجة ان القاضي حسين نص في الفقه الشافعي قال: ويجوز صلاة الفجر
بصياح الديك المعلم المجرب. شفت قد ايه قايل كده الامام؟ لانه كانوا عايشوا سنين طويله من غير ساعات، كانوا بيعرفوا اجزاء الليل زي اجدادنا، كانوا بيعرفوها من صياح الديك. فده سبحان الله ساعة ربانية عجيبة الشكل. وبعدين عينه غريبة، عين الديك ده يشوف الملائكة. يا أخي سبحان الله، الملائكة بتتعاقب علينا الملائكة في الليل والنهار، لدرجة إن الديك بيصيح وقت الزوال كمان. ليه صياح وقت الزوال؟ وقت الظهر. ليه صياح معينة بطريقة معينة؟ أنا ما أعرفهاش شخصيا، لكن كان أجدادنا يقولوا لنا عليها، اللي كانوا عايشين في الأرياف وعايشين بقى في الطبيعة بيتعاملوا مع الحاجات دي، فكانوا يعرفوها. يعني يصيح كده في وسط النهار يقول لك الظهر فاضل عليه، خلاص قوم اتوضى بقى لحسن. على ما يتوضى يلاقي الاذان شغال. اديك هو اللي نبه. شفت؟ فالديك دي حاجه سبحان الله، يعني ايه من ايات الله. قال اذا سمعتم صياح الديك فاسالوا الله من فضله فانها رات ملكا. يبقى المقصد الديك ايه؟ الديك المجربه، مش الديك اللي بيتعلم. ماخد بالك؟ ما بيقول لك الديك الفصيح في البيضة يصيح. فهمت؟ فأبو بيضة ده اللي لسه بيصيح، ده لسه بيتعلم، ده طفل، ده لسه في كيجي وان أذان. فده ما تقلقش. لكن اللي متخرج بقى مؤذن، ده مجرب معروف، يقول لك هو ده امشي ورا صوت ده. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان. عين الحمار تشوف عين مين؟ الشيطان. ويبقى أنكر الأصوات تدل على أنكر المخلوقات. شوف التناسب، إن أنكر الأصوات هي لصوت الحمير. طيب، فجعل أنكر الأصوات تدل على أنكر المخلوقات، فسبحان الذي جعل هذا التناسب في الكون. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. نسأل الله السلام. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.